في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام. في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى. السلام عليكم. واحد من سادة التابعين، نجم متألق في سماء التابعين، هو الحسن البصري. ولد في المدينة المنورة وسكن في البصرة. أهل البصرة استوعبوه ورحبوا به وأخذ لقبه من أهل البصرة بعد أن عاش 60 سنة في البصرة. الحسن البصري صاحب علم وزهد وتقوى وصاحب مؤلفات كثيرة تركها وراءه، ويعد من كبار التابعين، من سادة التابعين. الكثير من سيرته ومواقفه العطرة في الحوار الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام حسن البصري رضي الله عنه إمام الزهد، إمام في العلم، إمام في الورع، إمام في التقوى. الإمام حسن البصري سادة المشايخ ولد في المدينة المنورة عام 21 هجرية وتوفي عام 110 هجرية، عاش تقريبا 89 سنة. طبعا هو ولادته في المدينة المنورة، ولكن نسبة إلى مكان بقائه ومكوثه في البصرة سمي الإمام حسن البصري. الإمام حسن البصري عندما ولد في المدينة المنورة تقريبا نهاية عهد سيدنا عثمان، خلافة سيدنا عثمان، وكان يحضر الخطبة مع كثير من الصحابة أمثال سيدنا عثمان، سيدنا عمر عفوا، نهاية سيدنا عمر، خلافة سيدنا عمر، وكان يحضر الخطبة مع سيدنا عثمان وكثير من الصحابة، حتى أن بعض أهل الحديث يقولون التقى بأكثر من 70 أو 80 صحابي. والحسن البصري رضي الله عنه كانت أمه تجلس وتساعد أم سلمة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كانت تخرج إلى سوق أو إلى عمل تقضيه لأم سلمة كانت أم سلمة ترضع الحسن البصري. وكان العلماء عندما ينقلون عن ذكاء حسن البصري أو عن علمه يقولون وما هذا العلم إلا ببركة تلك الرضعات التي كان يأخذها من أم سلمة. فالإمام حسن البصري إمام أهل البصرة وكان زاهدا عابدا في البصرة، بقى قرابة أكثر من 60 عام في البصرة، ولهذا سمي الحسن البصري. وكان حقيقة الحسن البصري من أفضل العلماء، فضله العلماء على كل علماء عصره وشهدوا له بذلك، ولكن كان رجلا متواضعا، حتى إذا أشكلت عليه مسألة كان يرسل بها أو يكتب بها إلى سعيد بن المسيب حتى يأخذ رأيه فيها. حقيقة عصر الحسن البصري هو عصر التابعين وعصر العلم، وهذا العلم دليل على أن الإسلام يدعو إلى العلم، لا بل يميز الناس فيما بينهم بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأكثر الناس معرفة بالله تعالى وخشية لله تعالى هم العلماء. وكان الحسن البصري له مجلسان للعلم، يعني حتى عندما يذهب إلى بيته كان هناك في البيت دروس علمية لأهله ولمن يزوره في البيت، وعنده مجلس عام في المسجد يدرس فيه كافة العلوم الشرعية من الفقه والحديث والأصول والتفسير وما إلى ذلك. ولذلك كما تفضل الشيخ
هو التقى بالكثير من الصحابة، لا بل من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة كابن عباس وجابر وأنس، وأخذ منهم، ولذلك لقبه الخليفة عمر بن عبد العزيز بلقب سيد التابعين. وعندما سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمعته يتكلم، قالت: من هذا الذي يتكلم بكلام الصديقين؟ وكان إضافة لهذا العلم الغزير كان زاهدا ورعا تقيا كثير البكاء، حتى قيل له: إنك تكثر البكاء. قال: وما يصنع المؤمن إن لم يبكي، والبكاء طريق إلى الرحمة، يقصد إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هكذا كان التابعي حسن البصري، وهكذا كان ذلك العصر دليل على أن الإسلام يدعو إلى العلم ويهتم بالعلم. حتى في الوقت الحاضر الإنسانية تشهد بأن الإسلام يدعو إلى العلم، ويتميز هذا في هؤلاء أمثال الحسن البصري رحمه الله تعالى. رحم الله الحسن البصري، كان من سادة التابعين كما تفضل إخوتي الأكارم. وعندما نقول تابعي ينبغي أن نستحضر معنى أو مفهوم أو مصطلح التابعي. الصحابي هو الشخص الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. التابعي من التقى بالصحابي وهو مؤمن ومات على الإيمان، هذا هو التابعي. التابعون كانوا حلقة وصل، وصلوا لنا العلم والدين والتقوى من زمن الصحابة الكرام إلى أتباع التابعين، ثم بعد ذلك استرسل هذا الدين على الأجيال إلى أن وصل إلينا، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. هذا التابعين، من سادة التابعين، من قمتهم الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. كانت هنالك وفاة، كانت هنالك نشأة، لكن له أقوال وله مواقف. يعني على سبيل المثال، كانت البصرة موارة بالأحداث، موارة بالمواقف والأحزاب والتيارات. من الذي يستطيع أن يتكلم عن سيدنا علي بممدحة مثلا في ذلك الوقت، في وقت الفتنة وغير ذلك؟ كان الحسن البصري يقول: أنا لها. سئل عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال كلاما فعلا من كلام الأتقياء والصديقين، شجاعة، بلاغة، لأنه فعلا رضع من لبان النبوة. فسئل عن سيدنا علي فقال في سيدنا علي: كان والله سهما، كان والله سهما صائبا من مرام الله سبحانه وتعالى، وكان رباني هذه الأمة، كان رباني هذه الأمة في ذروة شرفها وفضلها، كان ذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زوج البتول وأبا الحسنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يكن سروقة للمال، لم يكن سروقة للمال. كم منا من يدعي حب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن عند المال يضعف ويذهب. لم يكن سروقة للمال ولا البرومة بأمر الله، لا يتبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى مهما كانت الفرائض والنوافل وغير ذلك، ولا بالملولة في حق الله سبحانه وتعالى، لا يكل ولا يمل. أعطى القرآن عزائمه، كل عزيمة عنده وقوة أعطاها لمن؟ للقرآن الكريم. هذا من مواقفه وأقواله. أيضا كان يحب الوسطية والاعتدال. قيل له عن خارجي خرج في الجزيرة فقال: هذا رجل رأى المنكر وأنكر المنكر، ولكنه وقع في أشد من هذا المنكر. وكان أيضا يقول: إن هذا الدين ثقيل، إن هذا الدين متين وقوي، وإن الحق ثقيل والإنسان ضعيف، فإذا حمل نفسه فوق ما تطيق كانت نتيجته إلى الترك والملالة والسآمة. فكان يحب التوسط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دكتور، كان إماما اجتماعيا، يعني أحدث تأثيرا في المجتمع كبيرا جدا. كيف
هو جاء إلى البصرة، طبعا انتقل من المدينة إلى البصرة وأقام في البصرة. لما جاء إلى البصرة انفتحت الدنيا آنذاك على الناس، الغنائم والترف. فلما انتقل الناس من حالة الإيمان والروح الجياشة إلى حالة المادة والترف، فطن رحمه الله تعالى على ذلك، فقضى حياته كلها من أجل أن يحدث تأثيرا في النفوس، حتى قال عنه عوام بن حوشب رحمه الله وهو من التابعين، قال: ما أشبه الحسن إلا برجل أقام في قومه 60 سنة يدعو إلى الله، وفي قول: ما أشبه الحسن إلا بنبي أقام في قومه 60 سنة يدعو إلى الله. يعني تعب كثيرا واستطاع أن يوقف المد المادي الترفي إلى القلوب، الذي أراد من خلاله أصحاب الأموال والسلطان ذاك، أرادوا أن يضعفوا الجذوة في القلوب والروح. فإذا ضعف الإيمان في مجتمع ضعفت قيمه، لكن الإمام الحسن البصري بشهادة حتى أقرانه انتشل هذا الواقع انتشالا كبيرا. فكان الإمام الحسن البصري إمام المجتمع أيضا. وهنا أستطيع أن أقول وأنا أخذ هذا الجانب الاجتماعي للإمام الحسن البصري، أين حسننا اليوم؟ نريد في كل مجتمع حسنا، وأين بصرينا اليوم؟ نريد بغدادينا وبصرينا وأنبارينا ومصرينا وخليجينا وعراقينا يضحي بنفسه وبوقته وماله ويعيش لإنقاذ الإيمان في نفوس الناس، ويسير على خطى الإمام الحسن البصري رحمه الله. رحم الله التابعي الجليل الحسن البصري الذي وعظ ونصح، ولعله لم يصلنا مواعظ بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما وصلتنا مواعظ الحسن وتأثير مواعظ الحسن، ولعلنا نحن في واقعنا أكثر مواعظ من الحسن، لكن أبعد تأثيرا من مواعظ الحسن. لعل الفرق هو الصدق والإخلاص الذي يحتاجه اليوم وعاظنا وخطباؤنا ودعاتنا وعلماؤنا، الإخلاص لله عز وجل في الوعظ والنصح، والإخلاص في الرغبة في إصلاح المجتمع، هذا الذي نفتقده حتى نوجد حسننا كما قال الشيخ الدكتور حسن البصري في واقعنا هذا. توفي الحسن البصري 110، وهذا عام توفي فيه كثير من أئمة التابعين، وكان عاما مصيبا للأمة. توفي فيه الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسليمان بن يسار وإبراهيم التيمي، وحتى قيل الشعبي كذلك، من أئمة وكبار التابعين. جاء نعي الحسن إلى التابعي محمد بن سيرين وقت العصر وهو يحدث أصحابه، فترحم عليه وتغير لونه تأثرا عليه وأمسك عن الكلام حتى غابت الشمس. ثم شيع الحسن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، صلي عليه بعد الجمعة، وشيعه الخلق وازدحموا، حتى قيل إن صلاة العصر في ذلك اليوم لم تصلى في المسجد الجامع في البصرة، لأن الناس كانوا في تشييع الحسن، ما كانوا متواجدين في البصرة. رحم الله الحسن، توفي وهو يعظ وهو ينصح، توفي وترك علما غزيرا للأمة، سواء على صعيد رواية السنة أو على صعيد النصح للمسلمين. فرواية السنة في حياة الحسن كثيرة، وأصحابه وتلاميذه نهلوا منه علما كبيرا، وامتلأت كتب السنة برواياته عن الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أصبغ بن زيد، قال: مات الحسن وترك كتبا في العلم، ترك كتبا في العلم. أين ذهبت هذه الكتب؟ يخبرنا ابن الحسن عبد الله
ابن الحسن البصري يقول إن الحسن لما ثقل به المرض قبل وفاته أمر بالصحف والكتب أن تحرق، لأن علم الحسن قد أخذه أصحابه وقد كتبوه وقد انتشر، فلم يعد يطلب الحسن رياء من كتبه، فأمر أن تحرق ولم تبقى إلا صحف قليلة. وهذا يؤكد حقيقة من الحقائق التي يغالط بها الناس اليوم أو يغفل عنها بعض الناس عندما يتحدثون عن كتابة السنة، وأن السنة لم تكتب إلا في وقت متأخر، ويغالطون في الاستشارة بالبخاري رحمه الله تعالى، وكأن السنة لم يكتبها أحد إلا بعد قرنين. عهد التابعين كان عهدا مليئا بالكتب للسنة، كان التابعون يكتبون ما يسمعونه عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الحسن صحيفة عن سمرة بن جندب، وكان الحسن كتاب عن جابر بن عبد الله، وكان لهمام صحيفة كبيرة عن أبي هريرة سمعها منه معمر وغيرهم، معمر سمعها كاملة. كان لسليمان يشكري كتاب عن جابر، كانوا مهتمين بكتابة السنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرت الكتابة أكثر في عهد أتباع التابعين وهكذا. لكنهم كانوا في العهد الأول، في عهد الصحابة الكتابة أقل، كانوا يحفظون في الصدور. فالحسن توفي رحمه الله تعالى، ترك علما غزيرا، سنة تروى إلى اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومواعظ يحتاجها المسلمون الخطباء والعلماء والدعاة وعامة الناس، ولا زال لها أثر، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. استدراك حقيقة، أنا أناشد محافظ البصرة اليوم لا يكون جامع الحسن البصري ولا قبر الحسن البصري يعبث به الصبيان وينبش القبر ويدمر في البصرة سيسجل التاريخ عليك أنه في عهدك وفي عصرك هكذا يفعل بالتابعين وهؤلاء الذين يحبون آل البيت ويحبون الصحابة الكرام، فأعلنها وابدأ بمشروع لقضية الإعمار. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الله يحفظكم جميعا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الصور في القرآن الكريم كلها تدل على الموضوع الرئيس في هذه السورة، وسورة لقمان سميت بهذا الاسم كما ذكر العلماء لاشتمالها على قصة من قصص الرجل الصالح لقمان الحكيم. ومن الحكمة التي كان يدعو لها هذا الرجل والوصايا التي ذكرت في هذه السورة المباركة التي تدعو إلى فضائل الأخلاق والابتعاد عن سفاسفها، وكذلك الحكمة تصل بالإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له أبدا. وكذلك هذه السورة من السور المكية، هي سورة مكية عدا ثلاث آيات فقط منها. والسور المكية كما يسمي العلماء الآيات والسور المكية بالقرآن المكي، والقرآن المكي هو ما نزل على أرجح الأقوال قبل الهجرة زمانا، قبل الهجرة ما نزل من القرآن الكريم يسمى بالقرآن المكي. والقرآن المكي أسس الأسس الإيمانية القوية في قلوب الصحابة، حتى أصبح الصحابة أركانا قوية لبناء دولة الإسلام في المدينة عليها. فهذا القرآن المكي ومنه هذه السورة المباركة يدعو إلى مسائل العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة صفات الله تعالى والإيمان باليوم الآخر. هذه المسائل الإيمانية عندما استقرت في النفوس بعدها نزل الحلال والحرام، وكان سهلا على المسلمين بعد هذه العقيدة القوية التي أسسها القرآن المكي ومنه سورة لقمان، بعدها أصبح الالتزام بالحلال والحرام أمر يسير. وكذلك لو نلاحظ هذه السورة المباركة والسور المكية الأخرى كلها تدعو أيضا
إلى العلاقات الاجتماعية وإلى مكارم الأخلاق. فمثلا قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني من هذا الرجل الكافر الذي يكذب بالدين فلا يؤمن بالآخرة ويرى أن هذه الدنيا كلها عبث؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فما هو صفاته؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ذكر أمور اجتماعية وأخلاقية وشعور بالآخرين. وكذلك آيات كثيرة من المكي تتكلم وتؤكد هذه المعاني بعد الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول الله تعالى: فلا اقتحم العقبة. طيب كيف واحد يقتحم العقبة؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شوف كلها قضايا اجتماعية. إذن بعد الإيمان بالله أكدت هذه الصورة على وصايا كثيرة وحكم عظيمة تدعو إلى الإيمان بالله وحده وعبادته وإلى عبادته وحده جل شأنه، وتدعو إلى مكارم الأخلاق. هذه الصورة نزلت لأسباب، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. في رجل من المشركين كان يجلب القصص من فارس ويرويها حتى يلهي الناس عن سماع القرآن الكريم. حياك الله شيخ سمير الرميدي. اهلا وسهلا. هاي الفقرة بعنوان الوفاء لمن؟ الوفاء الأول بكوني اختصاصي الشرعي طبعا إلى حضرة الشيخ العلامة المدرس محمد محروس بن عبد اللطيف العلقبندي الطائي المدرس في الحضرتين، وعن الحنفية والقادرية والوفائية، لأنها من ضمن أوقافهم ورثها عن أجداده. والشيخ من مواليد سنة 1941، خريج الأزهر. والذي أثر فيه اختصاص العجيب في الفقه وأصول الفقه في المذهب الحنفي، يعني عدة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ومجلة الأحكام العدلية، هذه المجلة اللي أول ما أسست في خواتيم الدولة العثمانية، وشرحها علي حيدر غرر الحكام. يعني سبحان الله، الملكة العقلية الأصولية ناضجة جدا جدا جدا. يعني أذهب إلى شيخ أسئل سؤال مثلا، يظل يفتر يريد عقله شلون يبرمج المسألة من حيث الملكة يخرجها، يعني أشعر بثقل. أروح يم دكتور محمد محروس، سبحان الله، عبالك ده يخوط شاي يخوط المسألة الفقهية، فتنضج وتثمر وأنتفع من عده. الشخصية الثانية بالأردن، يعني التقيت بحضرة الشيخ الدكتور سعيد عبد اللطيف فودة، اختصاص علم كلام، اختصاص عقائد، أردني فلسطيني الأصل، أردني الإقامة والهوى. أثر بي ملكته عقله، هو مهندس كان وثم اختص بالعلوم الشرعية مثل الأستاذ، عندنا لقب بالعلماء، شلون الشيخ الإمام، عندنا الأستاذ. من الأستاذ؟ يقول لك أبو إسحاق السفرايني. يا بليش لقب الأستاذ؟ يقول اختصاصه كان الهندسة وعلوم الرياضيات، فعقله يكون ناضج جدا. علم الكلام والعقيدة مبادئها تحتاج هذه الملكة والعقلية لأدلة الباري عز وجل، وهي تعتمد على الحسيات والأمور الطبيعية. فسبحان الله، وجدت شخصية نافعة فذة جزاه الله تعالى ألف خير، عالم ناضج وشاب، هو مواليد 67 و900 وألف، غزير الإنتاج. شنو غزير الإنتاج؟ تعوفه 6 شهور طلع لك مجلد، تعوفه سنة طلع لك 4 مجلدات، عمل تحقيق تدريس للعلوم الشرعية. جزاه الله سبحانه وتعالى ألف خير. هو متخصص في عقائد الأشاعرة ورد الشبهات على الدين، وهو نموذج وطراز نحتاجه، وصاحب اختصاص
فجزا الله تعالى ألف خير ممن أثروا في حياتي. جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاح، أستاذي الصلاح غاية ما خلق الله تعالى، أو غاية ما خلق الله سبحانه وتعالى العباد هو لإصلاحهم. صلاح النفس مطلوب، وصلاح البيت مطلوب، وصلاح المجتمع مطلوب، وصلاح الحاكم مطلوب. تحس أستاذي أنه هذه الصلاحات مرتبطة مع بعض. طبعا الله تعالى ذكر الصلاح بقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالصلاح النفس وصلاح الأسرة مهم جدا في زماننا اليوم، وإلا إذا كان الإنسان غير صالح فبالتالي نتاجه غير صالح. وقال العلماء: الصلاح من كان خاليا من الفساد أو الإفساد. وطبعا الصلاح لا ينطبق على المسلم فقط، هذا المسلم الأصل فيه الصلاح، ينطبق على المسلم وعلى غير المسلم. طبعا حتى عند بعض أدعياء العلمانية وغيرهم نقول لهم: أنتم ربما لا تؤمنون بأيديولوجيات الإسلام أو بالقرآن والسنة، ولكن آمنوا ويجب أن تكونوا صالحين مع أنفسكم ومع مجتمعكم ومع من تعاشرون ومع من تقودون، وإلا إذا لم تكن صالحا فالمسلم والكافر وغير المسلم وغير الكافر النتيجة واحدة. بس إحنا كمسلمين نقول صلاح النفس معناته صلاح أسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمر: إذا أردنا أن نتزوج فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني أم الدين المصلحة أو الصالحة يعني. فإذا تزوجت الصالحة وأجلبنا وأنجبنا أبناء صالحين كوننا أسرة مسلمة صالحة. فبالتالي الأسرة المسلمة مع هذه الأسرة المسلمة مع تلك الأسرة المسلمة أنا كونت مجتمع مسلم صالح، فبالتالي من هذا المجتمع يخرج أناس يقودون الناس إلى الصلاح. اللي ماذا نشوفه اليوم مع الأسف من فساد، من عدم أمان، من بعض التخلفات في بلداننا، هو السبب أن هناك خلل في المنظومة الإصلاحية. فإصلاح الفرد أمر مهم جدا، وإصلاح المسلم أمر مهم جدا. ولهذا إحنا يومية بالصلوات في صلواتنا الخمسة نقرأ قول الله تعالى: قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي ندعو الله تعالى أن نكون مستقيمين بما أمرنا، قل الله ثم استقم. فالصلاح أمر مهم للفرد. نعم، حقيقة يعني مثل ما تفضلت أكو تلازم بين الصلاح والإصلاح. نعم. يعني من يريد الإصلاح لابد أن يكون صالحا أصلا، ومن كان صالحا لابد أن يفكر بإصلاح الآخرين. يعني رب البيت لا يكفي أن يكون هو صالحا، لابد أن يعمل على إصلاح أهله وإصلاح بنيه. ومن كان في مسؤولية معينة لابد كما هو صالح لابد أن يحاول أن يزرع الإصلاح وينشر الإصلاح في مجال مسؤوليته. حقيقة هذه مثل ما تفضلت مسألة إنسانية، ولكن الإسلام جاء وأكد هذه المسألة الترابط بين الصلاح والإصلاح واعتبره جانب شرعي. يعني الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. البعض فهم من هذه الآية أنه هو يكون رجل صالح وما يهم الآخرين، فلا ينصح ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا علاقة له، المهم هو يصلح نفسه وما يتدخل بالأمور الأخرى. فقال أبو بكر رضي الله عنه وصحه أن هذا الفهم فهم غير صحيح، وأن الأمة إذا رأت الظالم ولم تأخذ على يديه فقد تودع منها، وذكر أمور وكذلك آيات كثيرة أخرى. لأن الإسلام جاء ليصلح المجتمع الإنساني، جاء رحمة للعالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا صالحين فقط ما ينفع، لابد الصالح أن يغار ويحاول أن يصلح، فلو كانوا مصلحين لما أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأهلك من بني إسرائيل أقوام،
لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. البعض يفعل المنكر والآخرين لا ينهون عن هذا المنكر. ونصوص كثيرة، لا بل ديداً المؤمنين والمؤمنات، ما هو؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك نصوص كثيرة قرآنية وحديثية تؤكد على مسألة العمل للإصلاح بالنصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بل حتى ضرب القرآن أمثلة لنا من الحيوانات، فهذا الهدهد هو يسير على ما فطره الله عليه، ولكنه لم يرضى ما حصل، فآمنت أمة كاملة بسبب الهدهد. مواقف مهمة للصلاح وثم للإصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات تأثرت بها كثيرا للإمام الدميري عن حقيقة السعادة، يقول فيها: ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ حياتها رصد وعيشها نكد وشربها كدر. من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من أمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ناصبا في قله، ويظل هذا ساخطا في كثره. سن البلاء ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه ومره. أو ما ترى الرجل العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خير وفي عقابه هم تضيق به جوانب صدره. وأبو التجارة أبو الهموم، وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره. ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل يخرج من بطن أمه إلى غصص الفطام تروعه في صغره. ولقد بلوت الطيرة في أوكارها فوجدت منها ما يطير في وكره، والحوت يأتي حتفه في بحره، والوحش يأتيه الردى في بره. تالله لو عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله. كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. الله سبحانه وتعالى ما ذكر السعادة في القرآن إلا في موضع واحد في سورة هود، بين الله فيها مكان السعادة ووقتها، لما قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني غير منقطع. أحبابي، يظن أكثر الناس أن السعادة لا تأتي بالمال. لا والله، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وما أجمل وصية الإمام علي لما وصى ابنه الحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما قال له: يا بني لا تخلفن شيئا وراءك، فأنك تخلفه لرجلان: أما رجل يعمل فيه بطاعة الله فيكون له أجر وعليك حسرة يوم القيامة، وأما لرجل يعمل فيه بمعصية الله فيكون عليكما أنتما الاثنين الوزر. وما أجمل ما قاله محمود الوراق عن إنفاق المال: أنفقه ما دمت حيا في طاعة الله، في طاعة المنعم قبل الموت. يقول: تمتع
بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت مت شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا فجادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهم بما قد جمعته وجدت عليهم بما قد جمعت وأرهنتهم كل ما في يديك وخلوك رهنا بما قد كسبت وخلوك رهنا بما قد كسبت. بسم الله. يوم من الأيام جاني رجل للمسجد. هذا الرجل يعني مزعجته زوجته فد يعني مو طبيعي، طالعته من طاره. قال لي شيخ بس أريد لي حل، شلون يعني زوجتي تكون وياي بهاي الطريقة؟ قلت له يا أخي اقعد وياها وسولف لها كلام حلو، قول لها أنت أجمل امرأة وأنت الغالية على قلبي وأنت. والله بين اقتنع وطلع. ورا أربعة أيام خمسة جاني قلت له ها صار؟ قال والله الحمد لله رجعت الأمور طبيعية. قلت له جزاك الله خير. قلت لها؟ قال قلت له شيخ باسم يقول أنت أجمل وحدة. قلت له بيض الله وجهك. يعني قلت له والله قلت له الشيخ باسم يقول أنت أجمل امرأة. طريفة أخرى ولو يعني من باب جبناها على الزواج، الزوجة كان رجل قاعد بالشمس يم باب بيته فنظرت عليه زوجته خطية أثرت عليه الشمس وبدل يعني بشرته شوية تتغير فجات فتشي وغطت وجهه لأجل الظللة من حر الشمس. دحق عليها أشفق عليها قال لها أبيات شعر من باب الغزل يغازل زوجته. قال لها قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفس، قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. ففرحت بهذه الكلمات وأصبحوا حياة سعيدة وأسعد الله إن شاء الله أوقاتكم وأيامكم بالخير. تعلمت تجربة في موضوع الخطب، خطب المنبرية، من الشيخ عدنان العاني. الشيخ عدنان العاني إمام وخطيب جامع الحسنين، نسأل الله أن يحفظه، في بغداد، خطيب مفوه يعني منذ عشرات السنين يخطب في المساجد. فأخذت منه منهج. في يوم من الأيام سألته الشيخ شو وقت تبدي تحضر الخطبة؟ فقال السبت، يعني الجمعة يخطب يبدي من السبت يحضر خطبة. فبديت يعني أعتني بخطب الجمعة. عادة كنا عدها يعني خميس أربعاء، لا قمت أبدي الاثنين أحد، وكنت يعني في بدايات خطبي. ففي يوم من الأيام تأخرت بالإعداد، فجيت على المكتبة الشاملة فما وجدت الخطبة اللي أني كل جمعة أخطبها. فإجيت على الإنترنت. الإنترنت ما كان عام 2006، ما كان يعني محقق مدقق مثل ما الآن طبعاً أكو تطور. فأخذت قصة فخطبت على بر الأم والعقوق بيها. فمن هاي القصص اللي تلقفتها انه ولد كانت امه عمياء، فكان يعني امه التابعه في الابتدائيه والتابعه منذ الصغر في الاعداديه، يعني انشاته وكبرته، ويرفض ان تجي امه للمدرسه، وكل ما تجي الى المدرسه تجي الى الجامعه تجي الى الاستاذ تجي الى عمله يرفض. ومرة من المرات جت للمدرسة وطردها. وأنا من تكلمت بهذه القصة حقيقة كان لها تأثير عند المصلين، لكن بالأخير قلت لهم هاي نهاية القصة، قلت لهم ولكن
بقع عاق بأمه رغم اهتمامها بي. ولما حضرتها الوفاة قالت دزوا على ابني أريد أحكي له حكاية أنا عمري كله ضامتها عليه. فإجا ابنه هاي خطبة درويها أني، فقالت له ابني أنت كنت تعقني وتطردني وما كنت تحب حتى تقول هاي أمي عمرك كله، فأني أحب أقول لك ترى أني عورة لأن أنت من كنت صغير انفكست عينك وطعتك عيني. فالمصلين تأثروا، طبعا هاي بيها فائدة، المصلين تأثروا وبكوا وأني أديتها بأداء حقيقي روحاني. فالمهم خلصت الخطبة. شوف هذا يعني مبدأ يعني أن نتعلم يعني من الصغير والكبير. الإمام البخاري يقول لا يصبح المرء عالما حتى يتعلم ممن هو دونه وممن هو فوقه وممن هو مثله. فجاءني رجل قال شيخ من رخصتك أدي حكاية وياك. فبعد الجمعة تعرفون يجوكم المصلين يسألون، فأخذني على صفحة قال شيخ أنا طبيب العيون ما تنقل من واحد لواحد. فكانت من اللطائف اللي علمتني التدقيق والتحقيق في القول والنقل. في كل العالم العربي والإسلامي تجد هذا الاسم، تسمى به الكثير من بنات المسلمين، زينب بنت علي بن أبي طالب رحمها الله ورضي الله عنها وعن أبيها. وبقي يذكرها حتى إذا ولدت أول بنت، أول حفيدة، أول بنت لفاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة الإمام سيدنا علي. النبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب تخليدا لذكرى بنته. فكان دائما طيلة هذه الدراسة الثانوية كان هو اللي يعني حتى حركاتك والآخر من كلامك فزرع في نفسي شيء، علما أن هناك من يعني حقيقة خلاف ذلك، لكن هذه الشخصية أدين له بالوفاء وأذكره دائما في دعائي. بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. هذه القلوب تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام، تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى، في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى.